اهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا. جولتنا اليوم حتكون بدمشق. معلومة لغير السوريين انه دمشق نحن بنسميها الشام، فاذا سمعتوني بهالفيديوهات او سمعتوا اي حدا سوري عم يقول الشام فاعرفوا انه قصده دمشق. جولتنا تحديدا بالميدان اللي يعتبر من اعرق احياء دمشق، واللي تم بناؤه بعهد الخليفة الوليد بن عبد الملك الأموي. طبعا كان هدفه توسيع دمشق. طبعا حاليا الميدان مو حي واحد انما عده احياء، هن باب مصلى، وسط الميدان، والزاهره، والحقله، والدقاق، والقاعه. من الشغلات اللي بتشتهر فيها الميدان هي الجوامع القديمه والجوامع الكتيره، مثل جامع الدقاق وجامع منجك وغيرهم من الجوامع، وكل جامع من هدول الجوامع فيه له قصته. وكمان من الشغلات اللي كتير مشهورة بالميدان هي الأكل، وخاصة الحلو. أخيراً بتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتم منه. إذا لسه مو مشتركين بالقناة لا تنسوا تشتركوا لتوصلكم الفيديوهات والمغامرات الجاية. دعمونا بلايك وشاركوا الفيديو ليستفيد منه أكبر عدد ممكن من الناس. وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار عن هالبلد أو عن السفر عموماً اكتبوا لنا إياه بالتعليقات أو تواصلوا معنا. وتحياتي لكم.